بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هنتعلم النهاردة إزاي نعمل الهوامش والحاجات اللي أنا بعملها في البحث من فوق ومن تحت ورقم الصفحة والكلام ده كله. نفتح صفحة وورد جديدة أهو، نقفل دي. الإطار المنقط ده الهامش، ده ما بيظهرش في الطباعة. في بعض الناس يمكن ما بيظهرش عندهم إطار الهامش ده، هو بيتجاب من فايل وبيتجاب من اوبشنز، وبعدين في هنا ادفانسد، وبعدين في تحت في ايه، شو تكست باوندريز، نعلم عليها وبعدين ندوس اوكي. بيظهر لنا الاطار ده اهو. علشان نظبط الهوامش بنجيب بيج لاي اوت، في هنا مارجنز الهوامش نخليه نيرو، يعني ضيق، هوامش ضيقه عشان يبقى مساحه النص اكبر. تمام. لو عاوزين نعمل اطار للصفحه بيبقى من هنا بيج بوردرز، نختار الهامش نختار الاطار اللي احنا عايزينه. ممكن من هنا اطارات عاديه، او ممكن من هنا تختار اطار ملون. انا الايام دي بستعمل الاطار ده اهو، بخلي السمك بتاعه قليل شوية علشان ايه ما ياكلش من الصفحة، بخليها 12 كده اهو. تمام، كويس اوي. عاوزين بقى نكتب فوق هنا اسم البحث، رقم الصفحة، مش عارف مين الحوارات دي، ونكتب تحت برضو هنا شوية كلام. نطلع فوق هنا نحط الماوس عند حدود الاطار، ندوس دبل كليك، هتلاقينا فتح لنا الهيدر وتحت فيه الفوتر. دي منين يا ادي الديزاين اهو، هيدر وفوتر. اول حاجة بعمل ايه، سيبوكم من ده دلوقتي، هكتب هنا في النص اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، اهداء لمدونة أبي عمر الباحث حفظه الله ورعاه، ونكتب الرابط www.antishubuhat.wordpress.com. تمام كده اهو، مكافح الشبهات، ممتاز جدا. اغير الخط ده واجيب الخط اللي انا بكتب بيه واكبره شوية اهو، جميل جدا. عاوز اكتب بقى هنا، بصوا هعمل ايه. اول حاجة هجيب هنا insert وهقول له shapes واعمل خط. ايه الخط ده؟ هعمل خط فاصل ما بين العنوان اللي انا هكتبه فوق وما بين ايه بقية الكلام. اول حاجة هخلي لونه اسود كده اهو، شكله جميل. خلوا بالكم انا هقعد اعمل ايه، هعمله سيف از بي دي اف كل شوية علشان تشوفوا البحث هيطلع ازاي اهو. تمام، كويس اوي. عاوزين بقى نكتب فوق الخط ده اسم البحث ورقم الصفحة، ونكتب تحت هنا ايه الروابط والكلام ده كله. فهم هعمل ايه بقى، هطلع فوق هنا، ادي مكان الكتابة على الناحية دي، لا انا مش عايزه هنا، هقوم جايب هوم واخليه ناحية الشمال. مثلا نكتب الرد على شبهة كذا وكذا، وبعدين نقط، واعمل قوسين مربعين، اغير بس الخط واخلي خط حلو وجميل، كويس اوي. خلينا نسيفه بي دي اف كمان مرة ونشوف النظام اهو. الخط داخل في الكلام، نعمل ايه علشان الحوار ده يظبط؟ هنا
واضح ان في مشكلة، هندوس دبل كليك هنا، ادي الخط، ننزل الخط ده لتحت عادي جدا مفيش اي مشاكل اهو. ممكن كمان نعلم على الخط ده، كليك يمين اهو لاي اوت، نخليه هنا ايه سكوير عشان يبقى مع الكلام، يعني داخل تبع الكلام. شوف هنا بيعمل ايه، كل ما نزله بيحرك الكلام معاه، فانا مثلا اخليه كده عادي جدا ممتاز. عاوز احط ترقيم الصفحة، بقوم معلم هنا واقول له insert page number، بس اقول له ايه current position يعني في المكان اللي انا فيه، و plain number رقم بس. ادي حط لي الرقم ممتاز جدا. خلينا نسيفه على هيئة PDF ونشوف النظام. اهو ممتاز، يبقى ده كده الجزء الفوقاني. عاوزين نحط الكلام اللي تحت، برضو ندوس دبل كليك هنا هتلاقيه مظبط لنا الفوتر تحت. برضو نجيب هوم هنا ونخليه على اليمين، او ممكن بص تعمل ايه insert table من عمودين، وبعدين التيبل ده هو نحط هنا كليك يمين ونقول table properties، ونخلي ايه border and shaders، ونخليه من غير حدود الجدول ما يظهرش. ممتاز اوكي. وبعدين هنا اخلي الكلام متوسطا، وهنا برضو الكلام متوسطا، واكتب مثلا هنا الموقع بتاع انتي شبهات www.antishubuhat.wordpress.com، وهنا اكتب الايميل. انا مش فاكر والله ايه الايميل بتاعه، لكن هفترض ان هو نفس ده هو، مثلا antishubuhat@yahoo.com. انا مش متأكد من الايميل. نعمل هنا سبيس وهنا سبيس كده اتحولت لروابط، بس كده كده ايه ادي الروابط باينة تحت وادي البتاع فوق. لو عملنا سيف از برضو PDF هتلاقوا ان ايه الكلام متظبط وزي الفل. طبعا الكلام ده بيفضل موجود، هعمل مثلا صفحة جديدة، ادي هنزل انتر 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 اهو، ادي صفحة جديدة اللي اتغير بس الترقيم بقى هنا رقم 2، لكن الكلام زي ما هو. لو نقفله كده نعمل له سيف PDF كمان مرة اهو كده، PDF في صفحتين، الكلام فوق، هنا الصفحة الجديدة، الكلام زي ما هو بس ايه رقم الصفحة اللي اتغير، وبعدين ايه الرابطين. تمام كده. طيب اتمنى ان يكون الشرح مفيد، وهذه هدية بسيطة جدا واقل ما يمكن تقديمه للاخ ابي عمر الباحث، ربنا يحفظه ويبارك فيه وربنا ييسر له كل اموره وينتج ردود كثيرة جدا وقوية. لا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.